بامو هنيئا لينا. اللهم لك الحمد يا ربي. هنيئا هنيئا. شكرا للناس الصاهرين. شكرا على التفاعل ديال السيدة عمدة مدينة الدار البيضاء. سير مدام رميلي ارفع لك القبعة. شكرا على التفاعل ديالها، شكرا على المجهودات اللي كتقوم بها. كنشكروا حتى رجال الأمن ورجال الوقاية المدنية الدرك الملكي القوة المساعدة، كنشكر كل شيء لأن بليهم هما باش كينجحوا التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية. اللهم كانوا هادو لزاد شي حاجة ولا نجحت شي حاجة. ارفعوا لهم القبعة ونقول لهم الله يجعل لكم داكشي في ميزان المقبول. وحاجة اللي واعرة بهادشي كله هي ملي كنشوفوا الدار البيضاء غنشوفوها بيضاء. غنشوفوها بيضاء إن شاء الله. مع مدام الرميلي، مدام الجاوي، سي عطا، سي نصر الله. مشاهدو قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من وسط المدينة. برافو السيدة عمدة المدينة نبيلة الرميلي، يعني كتستجب الطلبات ديال الساكنة البيضاوية من أجل الصباغة ديال العمارات والبنايات باللون الأبيض. يعني الحمد لله بدينا كنشوفوا هاد البادرة هادي وكازا كاملة غادي نشوفوها بيضاء، يعني بداو بوسط المدينة. ومعانا ومعاكم السي بامو عبد العزيز فاعل جمعوي بالمنطقة، غنخليكم معاه يعبر لنا على الفرحة ديالو، يعني راه ما قادة فرحة. اخويا راه شوف راه ماشي ما قادني فرحان بزاف، وتنقول الله يجعل لك داك الشيء في الميزان المقبول، لا انت ولا جميع الناس اللي معاك كيعطيو عيد الله، لا الكتابه ديالك زعما عندك ناس كفء في الكتابه، عندك ناس كتمشي مقلق كتلحق عندهم، والله العظيم كتمشي بالخاطر كتمشي فرحان. اكثريه نصر الله ملي كتلاقى معاك كيكون كاعي، وملي كتهضر معاك كيكون كيستجب لك الدعاء ديالك. ارفعوا له القبعه لانه ورانا بزاف الحويجات، ولكن انت يا مدام الرميلي تنقول لك الله يجعل لك داك الشيء في الميزان المقبول، لا انت لا مدام الجاوي، سي عطا، يعني جميع سي قدمي، جميع الاخوان اللي كيخدموا مدينه الدار البيضاء بالقلب ديالهم وكيعطيو. دابا حنا كنا طامعين في الدار البيضاء نشوفوها بيضاء، جزاك الله عنا كل خير، احنا بدينا كنشوفوها بيضاء وغادا تكون بيضاء كلها ان شاء الله. ها انتم كامله بيضاء، ها انتم، ها احنا بدا كيبان لنا العربون ومازال بلايص خويا في شارع مون خميس غنشوفوا الدار البيضاء بيضاء مع مدام الرميلي ومع الناس اللي خدامين معاها. مازال طلب واحد ديال الساكنه البيضاويه من اجل غرس الاشجار. ان شاء الله غادي يكونوا، غنطلبوا من كازا بيئه غنطلبوها، لان كازا بيئه هما عندهم تنعرفهم اشنو تيسواو وكنعرفهم كاينين، لان غادي يخرجوا وغادي يشوفوا البلايص اللي خصهم الاشجار يتغرسوا والورد وداك الشيء باش تكون الدار البيضاء في حله جديده من بعد الوباء، وغنشوفوا كلها بالشجيرات وداك الشيء، لان الدار البيضاء دابا حنا تنطمعوا وكنطلبوا وملي كيتحقق لنا شويه كنفرحوا. علاش؟ لان ما بغيناش نبقاو نشوفوا الدار البيضاء بحال هكا. دابا انتم كتشوفوا ها هي دابا ولات بيضاء. كاين واحد الفرق دابا. دابا غادي ان شاء الله هذه ان شاء الله هذه هي الا البدايه. راه كان البنايه اللي من كامله. لا راه دابا صافي بان لنا العربون، بانت لنا مدام الرميلي اشنو كاين، الله يجعل لها هذا الشيء في الميزان المقبول. تحيه واحترام ليك مدام الرميلي من طنجة للقويره. يقول لي باغي يقول شي حاجه يقولها ما تهمنيش، ولكن انا عرفتك اش كتسواي، عرفتك امراه حديديه كما كنقول ديما، جزاك الله عنا كل خير. بيان سور اخويا حيت كنشوف الدار البيضاء بحال هكا بيضاء راه ما نقولش لك، لان الاجانب ملي كيجي كيوقف كيجبد لاباري ديالو، اول حاجه كيضرب التصويره على لاباتريمون ديال كازابلانكا. حنا دابا طماعين تنطمعوا باش حتى دوك لاباتريمون يتصبغوا ويعطوا الثمار ديالهم. دابا باقي لنا ذاك الموبل، الا تصبغ لنا هذا الموبل هذا اللي قدامنا عارف راه كلشي دابا غادي دابا على ما يرام، راه غادي يكون راه بداو كيضربوا الصباغه كيجربوا كيفاش غتعطي. الا وهذه بادره خير على البيضاويين، كما كنقول الساكنه البيضاويه مدام الرميلي فالخير عليكم. واي مره شافت هذا الفيديو، اي واحد شاف هذا الفيديو وبغى يبارطاجي معنا يطلق شي من العيالات الحرات ديال مدينه الدار البيضاء، تلقوا شي اربعه زغريتات في الجروبات وهادشي، لان المراه كاينه. وارفعوا له القبعه من طنجة للقويره. بغينا الشجر،
ان شاء الله كنطلب لا ان شاء الله غادي نطلبوا الشجر من المدير العام ديال كازا باتريموان ومن الناس ديال النظافه اللي مكلفين بالاشجار. راه كاينين الناس واعرين وانا ما بغيتش نذكر الاسماء ديالهم حتى تجيبها الوقت وغنقول لكم الاسماء ديالهم لان كنعرفوهم اشنو تيسوا البوا ديالهم والغيره ديالهم على مدينه الدار البيضاء. شنو الاحساس ديالك فاش غتشوفها دابا انت بيضاء؟ شنو الاحساس؟ غنقول لك وحق الله تنبقى ندعي معاهم كل فجر لان بغيت نشوفها بيضاء وباقي طامع في هذيك التواليت راهي ديال لامينيوم اللي لير. نطلب من مدام الرميلي تعطي واحد التعليمات ديالهم لذاك الكاميو ديال الماء يجي يغسل هذيك البلاصه لان دور اخويا شد ذاك الكار اللي واقف لير راه هو حدا هذيك البلاصه وهذيك البلاصه راه هي المشكل العويص لان الا ضربوا الماء تما وانا غنجيب معايا كريزين غنخوي تما ولا ثاني كروه ما بغيناش نبقاو نشموا هذيك الريحه كريهه تما فين كينزلوا الاجانب كيحطوا الكيران ديالهم. يعني خص وسط المدينه خصو يتنقى ان شاء الله غادي يتنقى مع مدام الرميني والجروب ديالها اللي خدام معها بان غادي يكون من احسن ما يكون. شكرا للاخت فاطمه شكرا للاخت حياه الكتابه ديال مدام الرميني. هاد الناس كنشكي عليهم والله العظيم اللي كيتجاوبوا معايا وكنمشي بخير كيكون طالع لي الطونسيون 19 ملي كنطلق معاهم كنقول لهم هاكاين هاكاين وكيقولوا لي انت اصبر غادي يكون داك الشيء على ما يرام وفعلا ها هو الان كيعطي الثمار ديالو. شكرا للاخ بوح بوح لان فين ما كنجي كنشكي على شي واحد الا وكيعطيني الجواب وكيقول لي المراه راه كاينه وفعلا المراه حديديه ارفع لها القبعه ونقول لها بغيت ربي عمرك يحضرك في النهار الخايب بقاي غادي على هذا المسار يهضر اللي بغى يهضر ويقول اللي بغى يهضر انت مراه حديديه. شكرا رئيسه جماعه سيدي بليوط كنزة الشريبي على حسن الاستقبال والمعاملة نهار حفل الختان. يعني هاد الناس راه كاينين مابقاوش دركوا الشمس بغربال حنا كنعرفوا الناس اللي خدام واللي ما خدامش. شكرا سي محمد العوينة شكرا لجميع الاخوان اللي كيخدموا لصالح مدينه الدار البيضاء. نقول لهم سمحوا لنا حنا راه كندوروا وكنشوفوا البلايص اللي بلقيناهم ماشي هما دوك كنغوتوا عليهم باش يكونوا وما نساوش الحاج فوزي. يعني راه كاينين الناس عندنا عندهم غيره على مدينه الدار البيضاء. تبارك الله عليك سي بامو شكرا لك تحيه واحترام لك ايها الرجل الطيب الخلوق. شكرا لان هذا السيد هذا من اطيب خلق الله كنرفع له القبعه وتنطلبوا من المدير العام ديال شوف تيفي بحال هاد الناس راه سيدنا تيشجع الشباب. انت عندك هاد الشاب وعندك شابات كيخدموا حنا نرفع لهم القبعه تحيه واحترام جميع عمال وموظفون شوف تيفي. تبارك الله عليك شكرا لك سي فامو. اذا مشاهدينا كيف ما كتابعوا معنا الحمد لله كازا غادي نشوفوها بيضاء يعني الثمار ديال العمده ديال كازا يعني بدات كتعطي. السلام عليكم خويا. يعني بدينا كنشوفوا دابا كازا كتصبغ بالبيض بغينا كاع البنايات اللي كاينين هنا في المدينه وفي كازا كامله كلهم يتصبغوا بالبيض. غادي نوصلوا مشاهدينا على نهايه هذا البث المباشر نلقاكم في بث اخر ان شاء الله تبقوا على خير.